بعد عودته قبل 10 أيام بالنقاط 3 من كيغالي الرواندية إثر فوزه على رايون سبور المحلي بثنائية لهدف، يسعى اتحاد العاصمة إلى ترسيم تأهله إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وهذا عندما يستقبل رايون سبور مساء هذا الأحد ضمن الجولة 4 من دور المجموعات. المباراة التي تنطلق على 8:00 مساء سيحتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ويديرها طاقم تحكيمي من بوركينا فاسو بقيادة جوست إفريم وبمساعدة سايدو تياما ودريسا موديست، وطبعت لها 20,000 تذكرة. الاتحاد حاليا هو متصدر المجموعة 4 ب7 نقاط بعد عودته بتعادل ثمين من خارج الديار أمام غورماهية الكيني وتحقيقه فوزان على الضيف يونغ أفريكانز التنزاني والمضيف رايون سبور الرواندي، حيث يكفي أبناء سوستار الفوز ضد الأخير هذا الأحد للمرور إلى الدور الربع النهائي، دور لن يرضى به أشبال تيري فروجي وهم الذين سطروا هدف الفوز بالكأس. من جهته سيلعب رايون سبور آخر حظوظه في هذه المباراة، حيث سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية للبقاء في سباق التأهل إلى الدور الربع النهائي، وهو صاحب المركز الثالث بنقطتين فقط. في المواجهة الثانية للمجموعة 4 سيحاول نادي غورماهية الكيني تعزيز رصيده الذي يحمل 5 نقاط عندما يواجه خارج الديار يونغ أفريكانز صاحب مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.